يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كسرت القرون، قرون الأضحية، لكي لا يحصل بينها مضاربة، يقول هل تجزئ في الأضحية؟ لا، إذا كان الكسر أكثر من النصف لا تجزئ، أو الأذن قطعت أكثر من النصف لا تجزئ. ثم أيضا لماذا تكسر القرون؟ هذا تعذيب للحيوان، ما يجوز، ما يجوز لك هذا، هذا تعذيب للحيوان. نعم.